إلى الداخل التركي، حيث سجلت الموازنة التركية عجزا خارج الفائدة بقيمة 123 مليار و700 مليون ليرة لأول مرة منذ 26 عاما. وبحسب بيانات مركز الإحصاء، وصلت نفقات الفوائد 100 مليار ليرة، بينما تم إنفاق ملياري ليرة تحت بند نفقات المخصصات السرية. هذا وذكر التقارير التركية أن حكومة أردوغان فشلت في الوفاء بتعهداتها بخفض العجز إلى 80 مليار ليرة لتصل بها إلى مستوى 125 مليار ليرة.